GFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في محاضرة جديدة من محاضرات سلسلة ترجمة تدريبات موقع فيديو كوبايلوت. كلامنا النهاردة ان شاء الله هيكون على ال 3D Compositing، اللي هو دمج اكتر من لير علشان اطلع منهم فيديو يكون فيه بعد. تعالوا الاول ناخد الصورة الرئيسية. انا هاخد الصورة اللي فيها الكتابة، صورة الوول اللي فيه الكتابة، هسحبه واعمل منه كومب جديدة. بعد كده هاخد الصورة او هاخدهم بالترتيب. بعد الوول هاخد البيراميدز، بعد البيراميدز هاخد الساند، بعد الساند هاخد السكاي بالمنظر ده كده. طبعا دول كلهم لغاية دلوقتي هما 2D، او ما اقدرش ان انا الف حواليهم بالكامل. اول حاجة مبدئيا هقوم احول كل اللايرز 3D، وهروح للتوب فيو او مسقط اول مسقط توب. هعمل زوم اوت واخد النايت سكاي اللي هي السماء، وابعدها لورا كده بحيث تديني مساحة. هاخد الساند او الرمل واتأكد ان انا على اكس، واسحبه مثلا لورا كده، واخد البيراميدز واسحبها برضو يعني تبقى في نص المسافة، حاجة بالشكل ده كده. لو رجعت للاكتف كاميرا هلاقيها بالمنظر ده. طبعا حاجة بسيطة، هروح للنايت سكاي واعمل سكيل، هحاول كمان اطلعها بره شوية، الساند واعمل سكيل، والبيراميدز واعمل سكيل بالشكل ده كده، يبقوا بالمنظر ده. لو انا رحت لاير نيو كاميرا وعملت اوكي، طبعا الكاميرا لما نزلت البقرة بتاعها او العدسة بتاعتها مختلفة عن الديفولت فيو بورت. خلاص هرجع اعمل سكيل مرة تانية، وكان المفروض ان انا انزل الكاميرا الاول قبل ما اعمل السكيل. تمام، حاجة بالمنظر ده، والبيراميدز حاجة بالشكل ده كده. لو انا بقى روحت دلوقت خدت الاوربت كاميرا تول وجيت لفيت كده، هلاقي نفسي بلف في او في بعد بين اللايرز وبعضها. طبعا الموضوع ده له ليميت، انك انت ما تقدرش تلف بزاوية كاملة عشان الدنيا بتاعتك ما تبانش او ما تتكشفش، الا اذا كنت انت عايز تعمل سكيل اكتر من كده. لو روحت للسكاي تمام، ممكن اعمل سكيل اكتر من كده. لو روحت للساند تمام، ممكن برضو اعمل سكيل اكتر من كده. لو روحت للبيراميدز، او خلونا نروح للوول تمام، نعمل سكيل كده مثلا، والبيراميدز تمام نفس القصة بالشكل ده كده. اقدر ان انا الف يعني بزاوية ولتكن الى حد ما، والانجل بتاعها واسع شوية. لو انا جيت عملت رايت كليك او فتحت كده وضغط ريسيت، هرجع زي ما كنت مرة تاني. طبعا لو انا رحت للتراك زد كاميرا تول وعملت كده، هرجع بالشكل ده. انا فعلا عايز اعمل انيميشن، ولتكن مثلا ان انا هبدأ بالكاميرا. طبعا اضغط على البي وشيفت مع ايه عشان اجيب البوينت اوف انترست بتاعت الكاميرا، واحط 2 كي فريم على البوزيشن والبوينت اوف انترست، ومثلا هقرب بالكاميرا قوي كده تمام، وارفعها
لفوق بالمنظر ده، اقرب بيها كمان وانزل بيها لتحت سنه حاجه كده مثلا، وارجع ورا سنه بسيطه. ده بالشكل ده كده. لو انا عاوز اخلي الخلفيه بلارد او مشوهه ودي واضحه خلاص، وبعدين كله بعد كده يبقى واضح، دي اسمها الديبس فيلد. بفتح الكاميرا وبروح على الكاميرا اوبشنز، هاجي على عندي حاجه اسمها الفوكس ديستنس والابيرشر. الابيرشر تمام، ده كل ما بزوده كل ما كله بيبقى بلارد، كل ما بقلله كل ما كله بيبقى واضح. فانا عايز يبقى البلر بالمنظر ده، والفوكس ديستنس لما بغير فيها يا اما بخلي القريب من الكاميرا هو اللي بلارد، يا اما اللي بعيد عن الكاميرا هو اللي بلارد. ماشي، حاجه بالشكل ده كده بقت دي واضحه، واللي ورا معمول له بلر. احط للابيرشر كي فريم واطلع لقدام قيمه بتاع 3 ثواني، وهرجع بالكاميرا لورا بالمنظر ده كده طبعا، لغايه ما الاقي ان الـ اولا هخلي الابيرشر ده بزيرو عشان كله يبقى في الفوكس، وارجع لورا كده بالمنظر ده تمام، وهعمل بالزد تراك تمام بالشكل ده كده بالمنظر ده. هو اللي انا عايز اعمله، بس ان انا عايز اروح للصورة دي وبس ازود السكيل بتاعها بالشكل ده كده. يبقى بالشكل ده كله بيوضح بالمنظر ده كده عشان الديبس اوف فيلد. فاضل حاجة واحدة، ان انا هضيف فاينل تاتش على السين كلها. هروح ل لير نيو ادجستمنت لير، واحط عليها فاست بلر، واخلي البلر مثلا ب 12 ريبيت ايدج بيكسلز، واضغط اف 4، اخلي البلنت مود اوفرلاي مثلا بالشكل ده كده. انا عملت جلو وعملت فاينل تاتش للسين كلها. طبعا محتاجين شويه ريسايز للموضوع كله، نايت سين، عشان نجيب بس شوية ديتيلز مش اكتر من كده تمام بالمنظر ده كده. كان الدرس بتاعنا عن ال 3D كومبوزيتنج. شكرا لكم، كان معاكم مهندس احمد الرحمن رياض من GFX Academy.net، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.